مارشي سوق الجملة اللي جاد زناي كنت أركب ما عمرو في الآخر عمرو بزاف قالوا أخي أركب ما إيش أركب عني الزرر الله حفظني وسلام الله العاد عني سلعة أنا خليفة في الله وسلام وصلنا علي أنا كنت أركب في الطلب الخمسة بينا أنا وبا وواحد الرازل وواحد الرازل صنع علينا قلنا وقعت كسيدة ونجمعوا السلعة ديالنا والله العاد ديالي انا شي ب 150 الف انا عندي شي 50 الف بان راهي عندي هنا 5 صنادق جوج بطاطا وجوج مطيشه واحد الجعده دابا قريت الفلوس فيهم شي 50 الف سمعنا الخبر تما في السوق كنتي في السوق اه شنو قالوا يا ودي فلان عمل لك كسيده ها وجينا هذا اش غنقول لك هادشي من فضل ربي والحمد لله ما وقعش شي خسائر انسان تبقى الصحيحه ديالو كلشي كيفوت فهمتي هادشي هذا راه فايت فهمتي انا ما كنتش راكب غير شي ورد ديالي والسلام كاين السلعه انا ولا شي ورد ديالي فهمتي الحمد لله ما بقاش شي خسائر كبيره بقى غير الصحه والسلامه والسلام ما كانش شي اصابه حرجه ولا شي اصابه خطيره هادشي بفضل ربي اخوتي والسلام والو تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.